شباب للخير عنوانا منيرا، قد رسموا للمحتاجين بسمات وأزالوا من العيون دمعات. النهاردة معانا أولى فقرات برنامج الجديد، برنامجنا شباب للخير. والنهاردة هيكون معانا ضيفنا اللي مشرفنا، الدكتورة سماح. الدكتورة سماح المهدي، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. ومعانا زميل الإعلام الأستاذ محمود عبد النافع، أهلا بيك يا محمود. أهلا بحضرتك. احنا البرنامج بتاعنا طبعا بنقدم فيه اي مساعده للناس، لو اي حد محتاج اي حاجه بنقدم له طبعا مساعدات، لو في استشاره قانونيه. معانا طبعا الاستاذ حسام صفوت ابو السعود، محامي الغلابه، ده طبعا مع حضراتكم في اي حاجه تحتاجوها. تمام، ولا ايه رايك استاذ محمود؟ تمام. هو برنامجنا النهارده مقسم لفقرات، ان شاء الله الفقرات كلها هتعجبكم. يعني النهارده 4 فقرات، من ضمنهم فقره الاستاذ حسام طبعا. طبعا ما ينفعش الاستاذ حسام، لازم طبعا هو موجود معانا في اخر فقره وختامها مسك الاستاذ حسام صفوت ابو السعود، محامي الغلابه، ده طبعا مؤسس البرنامج الاستاذ حسام صفوت ابو السعود اللي مشرفنا دايما يعني. تمام. هو احنا برنامجنا شباب للخير طبعا احنا معتمدين في ان احنا بنقدم كل الخير لكل الشباب ولكل الناس، مش شباب بس يعني. فالنهارده في اولى فقراتنا هنتكلم عن حاجه احنا لمسناها على من خلال الفيسبوك. طبعا احنا كنا بنتكلم من خلال الفيسبوك على حاجات كتيره جدا سلبيه وحاجات ايجابيه، فالنهارده هنتكلم عن حاجه ايجابيه من ضمن الحاجات اللي موجوده على الفيسبوك دي. طبعا الدكتوره سماح المهدي مشرفانا، الدكتوره سماح المهدي الامين العام للمجالس الشعبيه والمحليه محافظه القاهره، بنرحب بحضرتك طبعا. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. شباب الخير، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم في اولى حلقاتكم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. طبعا في بدايه وجودي معاكم احب اخص بالشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. ألف شكر جدا ليه. بس كمل. دلوقتي بقى احنا فقرتنا النهارده فقره اسمها انا وابن عمي بنساعد الغني. الفقره دي احنا حبينا ناخدها من اسم الجروب اللي على الفيس، جروب انا وابن عمي بنساعد الغني. طبعا بيبقى فيه ناس بتنزل حاجات طبعا ظروفها مش كويسه، ناس بتبقى محتاجه حاجه معينه. وطبعا الرد اللي بيبقى على الناس بيبقى فيه حاجات بالسلب وحاجات بالايجاب. يعني في ناس مثلا مش بتكون عارفه ظروف اللي قدامها ده او اللي كاتب البوست ده عامل ازاي، هم بقى في بيدخلوا حاجات ملهاش لازمه. يعني انت عايز ترد بالرد الايجاب تمام، مش عايز ترد بالسلبي فملهاش لازمه بقى انك تقول تعملش كومنت. طب انت طالما محتاجه بقى، واحده مثلا محتاجه حاجه معينه منزله بوست، واحد رد عليها انت طالما محتاجه وكده، طب ما تبيعي موبايلك، انت فاتحه فيس منه اهوت ومعاكي باقه وفاتحه نت، انت ايش عرفك بظروفها؟ انت ايش عرفك ان هي فاتحه من الموبايل بتاعها؟ ما يمكن فاتحه فيس من موبايل تاني. وبعدين احنا كلنا يعني اي حد اكيد بيمر بظروف صعبه، يعني لا. اي حد عموما ممكن انت يكون معاك موبايل وانت اساسا يعني ظروفك كويسه جدا وبيجي عليك اليوم معاكش جنيه، اكيد في ناس كتير بتمر بالموقف ده فعلا. بس انت ذكرت حاجه سلبيه بس. تمام. لكن احنا عايزين ندور على الايجابيات اللي موجوده داخل الجروب. الايجابيات اللي في الجروب ده على فكره كتيره جدا جدا. طبعا مش معنى ان انا قلت ان سلبي يبقى ما فيش ايجابي. لا يعني طبعا ده الجروب ده حاجه ما شاء الله. يعني جروب انا وابن عمي بنساعد الغريب ساعدوا ناس كتير جدا فيه. انت عارفه يا جيان، انا عن نفسي يعني انا باعجب قوي بكميه الكومنتات اللي بتيجي على البوستات. انت عارفه حتى كلمه اب اللي هي علشان البوست يفضل ظاهر للناس، مش هيساعد علشان صاحب البوست. ايوه طبعا، يعني اي حاجه بتعوقه مثلا نقدر ننقذه في اقرب وقت ممكن. اب دي لوحدها يعني ممكن دقيقتين يعدوا على البوست تلاقي 1000 وحاجه كومنت. دي حقيقة. والناس شغالين بيساعدوا بالكتير خالص، تلاقي كلمه اب دي جبر للخواطر فعلا. فاهم ازاي؟ انا تابعت الجروب ده وجروب عدى 6 مليون، 6 مليون متابع و6 مليون مشترك. تمام. فالجروب ده انا شايفه ان هو إن انا بتقدم بخالص الشكر لكل الشباب اللي قاموا على عمل الجروب ده. تمام. الجروب ده خدمي، شايف ان هو فعلا يتماشى مع اسم البرنامج بتاعه. الاسم بتاعه جميل جدا، شباب للخير.
انت عارفة انا شايف حتى لما حد بينزل بوست يقول مثلا انا والدي متوفي ادعوله، كون ان انا اخد من وقتي مثلا ثانية واكتب له البقالي، اللي ده في حد ذاته انا شايفه جبر خواطر. ايوه طبعا شايف انت بتكسب حسنات، انت مش دي حقيقة. يعني انت مش انت فاهميني ازاي؟ فالجروب ده انا 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 بتقدم بخلص الشكر لكل القائمين عليه، وكان نفسي النهارده اعمل مداخله مع اي حد من الادمن بتاعه. ايوه طبعا انا حاولت ان انا اتواصل مع حد من الجروب من الادمن، بس للاسف هم لسه ردين عليا الصبح، فطبعا هو شخص واحد اللي رد، لازم طبعا ياخد براي الاغلبيه، فلسه تقريبا نايمين او حاجه زي كده، فاحنا مش عارفين. ان شاء الله تتعوض مره تانية يعني الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا انت عارفه يعني ايه انا انزل بوست مثلا انا عربيتي عطلانه في منطقه نائيه منطقه صحراء ومش عارف اتصرف ولا عارف اعمل اي حاجه، الاقي اللي داخل عليا طب سيب لي رقم تليفونك، طب انت جنبك ومش مش عارف ايه، طب انت جنبك بقى حد ميكانيكي، طب انا هتواصل معك على التليفون علشان ما تحس. انا الجروب ده انا حاسس ان الستة مليون اللي موجودين فيه وزياده حاسس ان هم اولاد عمي، حاسس ان هم قرايبي. أيوة. والله بجد يعني مش واحد بس اللي بيساعد، ده كله بيساعد. انا حاسس ان انا مش لوحدي. انا حاسس ان انا مش لوحدي. فبالتالي بقى قرايبي كتير. والجمال ان طبعا وحضرتك كنا اتكلمنا وطبعا عرفت ان حضرتك بتتواصلي مع ناس من خلال الجروب. ايوه طبعا انا حابب ان انا اشكرك عليها. انت كنت رافضه ان انا انت كنت رافضه ان انا اتكلم في الموضوع ده يعني، بس عايز اقول ان الدكتوره سماح بتتواصل مع بعض الحالات وبالفعل بتتقدم بالحلول. ايوه صح يعني فعلا. مثلا ما بتعمل في حد بيعمل اب، مع ان الاب انا بأزكيه كمان يعني، اب دي لوحدها برضو انا دي بالنسبه لي جبر خواطر. ما اعرفش اعمل اب عشان كده طبعا المشكله عشان كده شهره الدكتوره سماح ايه المراه الفلوسيه عشان كده كان ما كانش ينفع اول حلقه تبقى موجوده وبنتكلم على انا وابن عمي بن سعد الغريب وحضرتك ما تبقيش موجوده معانا. ده شرف ليا وجزء ليكوا والله. الامين العام للمجالس الشعبيه والمحليه بمحافظه القاهره بحزب مصر القومي، دكتور مستشار الدكتور رفيق البولس تادرس رئيس الحزب، تقدم بالشكر. والامين العام لخدمه الجماهير دائره مدينه نصر سابقا، والامين مساعد حقوق الانسان سابقا ان شاء الله. دلوقتي ترقيت. احنا بقى عايزين نستفاد بخبره حضرتك في المجالات الكتيره اللي حضرتك فيها دي. ايه الحاجات اللي بتقابلك، المشاكل اللي بتقابلك، الايجابيات اللي بتقابلك، السلبيات اللي بتقابلك، الناس بي 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 بيتعاملوا معاك ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، اكتر حاجه سلبيات بتقابلني في الشارع، اللي مثلا انا بمشي في الشارع الاقي سوري يعني كون زباله في مكان ما ينفعش اجيب الحي، والناس بصراحه مشكوره، مدير المتابعه الميدانيه في حي شرق وناس كتيره طبعا. واكيد طبعا حد اي حد لازم هيتعدى بالحاجات دي، فانت لازم تقابلي ناس من النوعيه دي طبعا. لا ده اللي حضرتك اي حد فينا اكيد حضرتك يا استاذ محمود طبعا بتعدي بمشاكل كتير طبعاً. كلنا عندنا مشاكل وكلنا بنواجه حاجات شبه دي واحنا ماشيين في الشارع. لا بس هقول لحضرتك حاجه، في فرق بين اللي بيشوف وبيتجاهل، وفي فرق بين اللي بيشوف وبيحاول يقدم خدمه. دكتوره سماح بقى هقول لحضرتك حاجه، انا بخلص الموضوع. لا انا ما بتجاهلش، انا وانا واقفه بحل المشكله. انت متخيله بقى والمكان نضيف وبقى جميل، مجرد ما الف ظهري الاقي واحد بيقول لي بصي يا دكتوره، الاقي واحد شايل واحده بعربيه ماشيه راحت راميه، ايه ده؟ يعني هو عمالين ينضف، ومش عايزه اقول وسياده الرئيس مش يعني ربنا يعينه ويقوي علينا بجد. حضرتك شايفه ايه السبب في ده يعني؟ ناس سلوكيات يا فندم. يعني معلش يعني احنا بننظف. ما هو برضه دكتور احنا مش عايزين نحط كل حاجه على الناس. فندم حضرتك انا في العمل الخدمي والسياسي من 22 سنه، من وانا لسه بس حوالي 18 سنه. طب احنا ننصح الناس بايه؟ اكيد بيبقى في ناس غصب عنها. مفيش حاجه اسمها غصب عنها يا فندم. لا لا اكيد بيبقى في ناس مش في ايديها ان هي. طب انت من وجهه نظرك احنا ممكن ننصح الناس بايه ان هم يتجنبوا؟ الناس محتاجه توعيه يا استاذ. ان انا اشوف ان انا امشي على الاقل اشوف منظر مين. الناس محتاجه توعيه، الناس محتاجه تحب بلدها. احنا مش هنقول ان الناس كلها ما تحبش بلدها،
لا في ناس معلش ما بيحبوش البلد، او مش عايز اقول جهل عشان ما بقاش بغلط في حد، ناس فئه. طيب حضرتك لما جينا اتكلمنا مع بعض قلت لي انا عايزه اتكلم ما بين الماضي والحاضر. طبعا. ايه الماضي اللي كنت عايزه تتكلمي فيه والحاضر اللي عايزه تتكلمي فيه؟ شايفه ايه كان في الماضي ايجابيات وسلبيات، وشايفه ايه اللي اتغير في الحاضر؟ لا هو اللي اتغير في الحاضر كتير جدا، لان الكلمه دي على فكره الـ 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 العنوان ده معناه كبير جدا. انا فاهمه. ويتحط تحتيه حاجات كتيره جدا جدا جدا. من وجهه نظرك ليه الماضي والحاضر؟ خلينا نتكلم في الحاضر. تمام. عشان الحاضر بصراحه حاضر. احنا كده هناخد كلام الفقره اللي بعدينا ولا ايه؟ احنا اخذنا العنوان بتاعها. لا لا خلينا نتكلم في الحاضر. يعني انا شايفه بسم الله ما شاء الله تطوير في كل مصر، نجوع، الكره، كل حاجه، كل حاجه انا شايفه. لا جمال قبل وبعد دي، يعني مش عايزه اقول لحضرتك احنا ممكن نبقى نعمل حلقه كامله ننزل نصور قبل وبعد على الواقع، عشان ما حدش يجي يقول دكتوره سماح المهدي بتطبل. انا ما بطبلش الحق، انا بالعكس اللي يعرفني شخصيا عارف ان انا قويه جدا في الحق، ولا اخاف الا الله، ما بخافش من حد. طالما انت تقولي الحق يبقى خلاص بقى تطبلي ما تطبليش، دي حاجه بتاعتك انت وخاصه انا بيكي. فرحانه اللي بلدي بقت كده، فرحانه واتمنى اللي هي تبقى احسن من كده 100 مره. بلدي عندي وطن، مفيش حد في الدنيا ما بيحبش. انا بسافر يا استاذ محمود بره مصر، ما بقدرش اقعد 3 شهور على بعض، اقسم لك بالله انا باجي برجع زي المجنونه، انا عايزه ارجع مصر، ما بعرفش ابعد عنها. اكيد طبعا اي حد حتى يعني اللي مش بيبقوا حابين بلدهم جامد لما بيروحوا في اي مكان بره بلدهم بيكونوا عايزين يرجعوا بلدهم تاني. طبعا. اي حد كده طبعا. احنا مفيش شعب في الدنيا زي الشعب المصري طبعا والله، خالص بيحن لبلده على طول. والدليل على كده برضه هنرجعنا لانا وابن عمي من سعد الغريب، مفيش الكلام ده في في في, في اي دوله اوروبيه او متهيألي او عربيه. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، كل حد في حاله. مش مساله بقى ان هنا مفيش، يعني مش كل حد في حاله، لا هو انا ليه انا ما ساعدكش؟ يعني مثلا حد حصل عنده حاله وفاه تلاقي الدنيا كلها ملمومانه، حد عنده فرح تلاقي الدنيا كلها حواليه. طب احنا شعب، هي دي مصر، احنا شعب طيب بجد، هي دي مصر. يعني إيه. انا مش عايزه اتطرق لموضوع تاني. معانا مكالمه، استاذ خالد عبد المنعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ خالد؟ برنامج الصحه والجمال معايا يا فندم؟ برنامج الصحه والجمال. ايوه اهلا بحضرتك. والله انا كنت بس يعني الاستاذ سماح، انا يعني عايز اعرف حضرتك ان هي شعله من النشاط. احنا ك يعني انا راجل واخد شغل من المحافظه ومن حي مدينه نصر، الست دي 24 ساعه متواجده في الشارع. متواجده في الشارع مش يعني هي بتباشر او بتدي، بتشوف السلبيات اللي موجوده في الشارع وبتوجه، يعني ما بتسكتش، مثلا بتكلم رئيس الحي، بتكلم رئيس الهيئه، بتكلم الدنيا. هو استاذ خالد وحضرتك في الحزب معاه؟ لا يا فندم انا واخد شغل من المحافظه ومسؤول عن نظافه المنطقه هناك في المربع اللي حضرتك ساكنه فيه. تمام يا استاذ خالد. طب في ايه السلبيات اللي بتقابلكم طيب؟ والله السلبيات احنا عندنا سلبيات ان في بعض المحلات مش ملتزمه بانها تجيب بساكت قدام المحلات بتاعتها. يعني هي الست بصراحه موضوع النظافه ده في المنطقه عندها عامل زي يعتبر هو على اولوياتها ان المنطقه تبقى نظيفه يعني. فطبعا بتواجهنا بقى مشاكل بقى من ناحيه العربجيه اللي بيرموا في الشارع، يعني ممكن تلاقيها بتتخانق مع الناس في الشارع مع العربجيه. المحلات اللي بترمي في الشارع بتبلغ عنهم الحي وبييجوا يعملوا لهم محضر في ساعتها. لا هي متواجده معانا بصراحه وبنتصل بيها في اي وقت بصراحه، اللي هي موجوده معانا ما بتتاخرش. والله احنا سعداء بوجودها معانا برضو. استاذ خالد بشكر وجودك جدا معانا. شكرا استاذ خالد. بشكر الضيوف اللي معانا، وزي ما قلت لكم احنا استنونا الفقره الجايه في برنامج شباب للخير مع فقره ولاء الحديدي زميلتي، استنونا.